أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق
لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir pertama di Indonesia Quran At-Tartil. Quran ini sangat enak sekali karena menggunakan panduan bunyi bacaan dengan tanda warna. Insya Allah kita bisa baca Al-Quran yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Jadi gak usah mikir mana itu ikhfa, mana itu idgham. Cukup dengan tanda warna udah bisa baca Al-Quran yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nah yang kedua ada waqaf ibtidaknya. Jadi berhenti di mana, memulainya di mana. Dan juga mushaf ini menggunakan khot, huruf tulisan yang tebal. Jadi enak banget untuk dilihat ya. Beda dengan Quran yang lain yang tulisannya itu mungkin tipis-tipis. Nah, Quran At-Tartil ini tulisannya tebal banget. Jadi enak kalau untuk belajar membaca Al-Quran. Dan di sini Quran At-Tartil banyak varian warnanya. Ada warna biru, merah, pink, hijau, hitam, dan lain-lain.